يعتبر المسلسل الإيراني المثير للجدل مريم المقدسة واحدا من أضخم الأعمال التاريخية في فترة التسعينات، فقد انتج وعرض عام 1997 في إيران، ودبلج للغة العربية في عام 2000 وعرض في الوطن العربي. يحكي المسلسل سيرة مريم بنت عمران منذ ولادتها حتى إنجابها للمسيح سيدنا عيسى عليه السلام. تعالوا معنا اليوم لنشاهد كيف أصبح أبطال مسلسل مريم المقدسة بعد 25 سنة من عرضه. ولا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. الممثل الإيراني برويز بورحسيني هو من مولد عام 1941 في طهران، لعب دور سيدنا زكريا عليه السلام. توفي الفنان بورحسيني عام 2020 بعد صراعه مع فيروس كورونا رحمه الله. الممثل الإيراني الشهير في الوطن العربي جعفر دهقان هو من مولد عام 1960 في طهران، لعب دور ملك المملكة اليهودية هيرودوس الذي يخاف أن يفقد عرشه بسبب ولادة المسيح. الممثل الإيراني حسين ياري هو من مواليد عام 1968، لعب دور ناتان تلميذ عند سيدنا زكريا. المنتجة والممثلة الإيرانية الجميلة مهتاب كرامتي هي من مواليد عام 1970 في طهران، لعبت دور سارة فينا زوجة القائد بريكليس. الممثلة الإيرانية زهراء سعيدي هي من مواليد عام 1953 في مدينة أبادان، لعبت دور حنة بنت فنويل. الممثل الإيراني رضا توكلي هو من مواليد عام 1960 في طهران، لعب دور أحد أتباع النبي زكريا عليه السلام. الممثلة الإيرانية مريم رضوى هي من مواليد عام 1990، لعبت دور مريم العذراء وهي في سن 6 سنوات. الممثلة الإيرانية شبنم قليخاتي هي من مواليد عام 1977 في طهران، لعبت دور مريم المقدسة وهي في سن 16 سنة. الممثلة الإيرانية رؤيا تيموريانا هي من مواليد عام 1959 في طهران، لعبت دور حنة والدة مريم المقدسة. الممثلة الإيرانية شيرين بينا هي من مواليد عام 1964 في مدينة مرند، لعبت دور اليصابات. المخرج والممثل الإيراني محمد كاسيبي هو من مواليد عام 1961 في طهران، لعب دور السيد يسكار الكاهن الأكبر عند اليهود. الممثل الإيراني محمد بورستار هو من مولد عام 1939 في أردبيل، لعب دور رئيس كهنة المعبد السيد هيلل. توفي الفنان محمد بورستار عام 2017 إثر مرض عضال رحمه الله وأحسن إليه. الممثل الإيراني محسن زهتاب هو من مولد عام 1936، لعب دور يربعان. الممثل التركي صلاح سون حكيمو غلو هو من مولد عام 1950 في اسطنبول، لعب دور السيد صدقية احد كهنة المعبد. الممثل الايراني طهامي كورش هو من مولد عام 1971 في طهران، لعب دور يوسف.
الممثل الإيراني نوفيد جاندانير هو من مواليد عام 1954، لعب دور بريكليس قائد جيش المملكة اليهودية. Run free and dive into the sky. Hear the wind.